زي هذا اليوم تحديدا يوم 7 يناير عام 1986 أعلنت الحكومة المصرية انتحار الجندي سليمان خاطر الذي أطلق على مجموعة من الإسرائيليين النار، طبعا وكان داخل الزنزانة لقوه مشنوق، بينما أكدت شهادات من أشخاص ناظروا جثته أنه مات مخنوقا بسلك بعد سحله وضربه، وتم العثور عليه مشنوقا في زنزانته في ظروف غامضة. طبعا الجندي سليمان خاطر كان يؤدي فترة تجنيده الإلزامية ضمن فرقة من قوات الأمن المركزية التابعة لجهاز الشرطة المصرية في سيناء، عندما أطلق النيران على فوج إسرائيلي في 5 أكتوبر عام 1985. معنا انفوغراف عن الجندي سليمان خاطر، تعالوا نشوفه، نرجع لكم مرة تانية. سليمان محمد عبد الحميد خاطر ولد عام 1961 بقرية إكاد البحرية التابعة لمدينة فاقوس في محافظة الشرقية. تأثر في طفولته بآثار قصف الكيان الصهيوني لمدرسة بحر البقر الابتدائية والذي خلف 30 قتيلا من الأطفال. كان يؤدي فترة تجنيده الإلزامية ضمن فرقة من قوات الأمن المركزية التابعة لجهاز الشرطة المصرية في سيناء. شاهد مجموعة من الإسرائيليين يقتربون من إحدى الهضاب بمنطقة رأس برقة جنوب سيناء أثناء حراسته. صرخ المجند سليمان بالجنود الإسرائيليين وطالبهم بالتوقف، ولكنهم لم يلتزموا بالأمر وواصلوا تقدمهم. أطلق خاطر النار في الهواء لإخافة الإسرائيليين الذين واصلوا تقدمهم، فأطلق النار عليهم ليقتل منهم 7 جنود. أحيل خاطر للمحاكمة العسكرية وتم الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاما بتهمة القتل العمد. وفي يوم 7 يناير عام 1986 أعلنت الحكومة المصرية انتحار سليمان خاطر شنقا داخل زنزانته، بينما أكدت شهادات من أشخاص عاينوا جثته أنه مات مخنوقا بسلك بعد سحله وضربه. حينما بيعرف هذا الجندي المغوار البطل، طبعا كل هدفه كان انه يدافع عن وحدة اراضي، وطبعا هو اطلق النار على الاسرائيليين. طبعا احنا كنا يعني كل عربي حر شريف اكيد هو موقفه واحد، وهو طبعا الدفاع عن ارضه ودفاع عن ممتلكاته، وهو يعني بالنسبة لي كان موضوع يعني مشرف. كل التعليمات في الجيش او في الشرطة للي بيخدموا جيشهم يعني او خدمتهم العسكرية في أماكن قريبة من الاحتلال الصهيوني بيقولوا إن أي حد يقرب من وحدتك أو يقرب من مكان خدمتك أو يقرب من وقفتك بسلاحك في مكان بتحرص فيه الذخيرة أو الأسلحة أو تحرص فيه وحدة من الوحدات ينبغي أن تطلق عليه النار فورا. سليمان خاطر نفذ الكلام ونفذ التعليمات ونفذ الأوامر. سليمان خاطر شاب مصري كان موجود، الكلام ده كان سنة 1985، معلش أنا هحكي القصة سريعا، بس 1985 كان قاعد بيخدم في إحدى الأماكن يعني وإحدى الأبراج، وفوجئ بأن مجموعة من الجنود الإسرائيليين بنات وشباب حوالي 12 واحد داخلين عليه، فصرخ فيهم إن هم يتوقفوا فلم يتوقفوا، فصرخ فيهم مرة تانية فلم يتوقفوا وتقدموا هيدخلوا الحدود خلاص ومعهم أسلحتهم، فأطلق عليهم النار فقتل منهم 7. وبعدين وقتها حسني مبارك الرئيس المخلوع طلع اعتذار وطلع عزاء وعزى الكيان الصهيوني، ثم أحيل سليمان خاطر إلى المحكمة العسكرية. وبالمناسبة ما ينفعش واحد من الشرطة يحال محكمة عسكرية، الشرطي مدني، شرطي داخلية، شرطي مدني يحال إلى المحكمة المدنية، لكن أحلوه للمحكمة العسكرية اللي حكمت عليه بالمؤبد 25 سنة. وفي سنة 1986 7 يناير 86 زي النهاردة عثروا عليه مشنوقا في زنزانته. اللي كانوا بيشوفوه قبلها كانوا بيقولوا، اللي شافوه وقت ما قتل يعني ما شنق، قالوا إن هو تعرض لتعذيب شديد وضرب شديد. وبالمناسبة مصطفى الفقي في مراجعاته الأخيرة وفيديوهاته الأخيرة المنتشرة على السوشيال ميديا قال إن سليمان خاطر لم يمت منتحرا وإنما مات مقتولا. يعني ذكرى سليمان خاطر في هذه الأثناء نترحم عليه ونترحم على كل شهدائنا البواسل الأبطال، ونترحم على كل من قضوا وهم يدافعون عن هذه الأرض، أرض مصر أو كل الأراضي العربية، وكل يعني الرحمات وكل الأمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين على أرض فلسطين.